بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، آية جليلة عظيمة، وهي قول الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما العلاقة بين العبودية والشكر؟ وإن شئت فقل بين الشكر والعبودية. العبد لله عز وجل لن يحقق مقام العبودية إلا إذا شاهد المنن، ومشاهدة المنن تستلزم شكر صاحبها وهو المنعم بها على العبد، فتضمن ذلك أن العبودية لا تكون إلا إذا تضمنت أيضا الشكر. فلو قال ربنا عز وجل: بل الله فاعبد، لكان ذلك كافيا، لأن الشكر داخل في مضمون العبادة، ولكن خص بالذكر لأن كثير من الناس ربما غفل تدبر نعم الله عز وجل، فكانت هذه الآية حثا لكل مكلف أن يجتهد في شكر نعم الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يكثر نعمه علينا، وأن يعيننا على شكر هذه النعم، وأن يجعلنا وإياكم والمستمعين والمسلمين جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.